داريا 23 داريا كان قصف عشوائي، قصف كان بالبلد شرقا وغربا شمالا وجنوبا، كانت كل المنطقة شعلت نار، ما في أي مكان آمن مهما كان. تركز القصف بحدود يومين أو ثلاثة أيام تقريبا قبل دخوله. كمان قطعوا الاتصالات والجوالات والأرض والإنترنت والماء والخبز، ما عاد صفى حياة بالمرة بداريا. أتذكر عن أب لفونيكي لفي الأبو دائرة الله ما فيه أول واحد أتذكره قال وش كنت عندي ودام وش لأنه يكون ما يحبون إحنا طا أو تفضل أبي أو قال لي عمي من هذا قلت قول أشو تلأشي أشو تلأبي أش عارفة قلت له شحاطه وانطرونه وأميته وشلحه قلت له أشي قلت له أشهد أشهد ثلاث مرات ورا بعضهم عم أقول أشهد أن لا إله إلا الله الرابع عم أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ما أستهد غير شيء الأول فيه ما أستهد شيء مو قاعد أنا ما حسيت غير يعني حاسس حالي إنه عايش أنا الحمد لله طلع لبرا بدي فات فزي طلعت هيك لقيت جارنا عيني برا وهذا عين برا وهذا قد وأخي صدره من هون طلعت طلقنا وأبي طلقتين وحالي نزع لبرده أنا شو سوى نعمة وضعت نعمة حالي طلعت سلام حالي ميت طلع أقول الحمد لله كان لك تاني مرة تالت مرة شديت عمي شديت واحد تاني حتى زين مين حتى فوقي الجنود كانوا بيتراوحوا بين مجموعات حاقدة بشكل كتير كبير لدرجة انها يعني قبل ما توصل للبيت تقوم بالضرب والرش على البيت ومجموعات تانية كانت تدخل بشكل مداهمة مو مداهمة انها ترعب الناس وتضغطهم كتير لدرجة انه كان يعني كان في كتير نساء كان في كتير اطفال حالات كتير كامل ممكن إسعافها طبعاً لو توفر أدوية بسيطة يمكن ما بتتجاوز قيمة الدولار الواحد الجرحى بالعشرات بتم نقلها للمشفى الميداني حالة من العجز تسيطر على من تبقى من الكادر الطبي حتى بعض الشباب من اللي كانوا بينقلوا الجرحى صاروا يلقنوا المصابين بالشهادة ما فيهم يقدموا أي شيء يعني بتذكر يومها وقفت هيك شوي لأستوعب شو عم بيصير يعني بس حوالي 10 شهداء بالأرض بمفرقين بكل مكان بأرض المشفى أطفال نساء أصوات البكاء مع الأنين الدم بكل مكان فعلا حالي من العجز الكامل كانت